انا رجال من الدكمار، ولما فتوا علي الدوله الاسلاميه طبعا طلعنا على الحماه، ضلينا شي تقريبا سنتين سنه ونص، وتقلط النظام وقامت تضرب الطياره ونهزم. نحن عندنا غنم وجينا على بلاد هذه، ولما قبل تقريبا الساتر ما بين الديمقراطي والنظام تقريبا شي 50 60 كيلو، مشوا اهلي بسياره جم جاي وانا ماشي مع الغنم، رجعت انا مع الغنم بالموتور، يوم اقبلت على الغنم بشوي طق علي اللبن، قاموا رجعوا علي اهلي بسياره جابوني على الطرف على المشفى الوطني. طبعا عاد تعالج، ضليت فتره كم يوم وفت على المخيم عند المحمود، الامور ماشي حاله، وكاني موجب لا اشتغل ولا اروح اجي على استلام المواد وعلى جويد وشباب عيال عمي وقرايبي يساعدوني، كل راس شهري زيتون عيال 50 100، والله الحمد لله امور صعوبه ما ابو صعوبه، مركب طرف اعكس حالي اروح على الدكان اجيب اغراضاتي واجي، يعني امور جيده الحمد لله ما ابو لا صعوبه ولا شيء، يعني الحمد لله رب العالمين. سيء اني انا بحاجه طرف بس انه ما يركب لي، اللي يقطع لي رجلي منه، طبعا انا كاحل يقولوا لي الدكاتره ما تركب لك غير اللي ودي يكون انه القدم ما يركب لي قدم خالص، الا مثل الحاله هذه، والامور الحمد لله ماشيه حالها، لا ابو ضيج علي ولا اي شيء، اي مشكله ما واجهت اي مشكله بنوب خالص، والحمد لله عايشين مبسوطين وعلى على هالسلامات وعلى غيره مع بعض.